من التحديات اللي واجهتنا اللي هي خلينا نقول الجمارك واستيراد المنتجات. الحين احنا في البدايه كنا كل شيء داخلي هنا، لكن بعدين وصلنا مرحله لا نبغى نستورد منتجات، نبغى اشياء غريبه جديده، وبدانا نبحث عن شركات او مصانع تقدم منتجات ابداعيه ما هي تقليديه. فوقتها دخلنا حكاية الشحن من الخارج، الجمارك، الشيء وقف لازم يدخل المختبرات، طيب تخليص، هذه الأشياء اللي زي أي مشروع صغير بالبداية ممكن تكون صعبة. طبعا الحين وصلنا مرحلة الحمد لله كل شيء سريع سريع سريع، خلاص تعلمنا ودرسنا حفظنا الدرس. الأشياء اللي نفخر بإنجازها أن عندنا أكثر من 70 مورد محلي وعالمي، عندنا خلنا نقول وصلنا أكثر من 30,000 هدية، فأسعدنا أكثر من 30,000 شخص، أكيد هو الضعف لأن اللي يهدي واللي يستلم. أهم ما يطمح لرسيل أو اللي نشوفه في مستقبل رسيل أن نكون الخيار الأول والأمثل لأي شخص يبغى يهدي شخص عزيز عليه.